وكرة مباغتة، كرة مباغتة من أحمد مقابي. الهدف يأتي، قوية ذكية خاصة، وتباغت وتغالت الحارس ساريتش. هدف جميل يعيد الأمور على مستوى الفارق إلى هدف وحيد بعد البداية القوية للمنتخب القطري في البداية. كابوتي يلعب المنتخب القطري بدون حارس مرمى. وجدي سنان يتحصل على مخالفة 9 أمتار، أقل من دقيقة متبقية في زمن العقوبة المسلطة على المنتخب القطري. وهنا مارسو يقترب أكثر من اللازم، يسمح له بالاقتراب أكثر من اللازم من الجانب الدفاع البحريني. 7 أهداف لـ5، يعود فارق الهدفين لفات المنتخب القطري. الصياد يدخل على مستوى الهجوم فقط، لديه الكرة حاليا، وكرة تضيع، لا يسترجعها، يعود يستميت من أجلها علي ميرزا. تبقى الكرة بحرينية، تفوق العددي، وهنا رائعة جدا من حارس المرمى عبيدي. عبيدي ينقذ الموقف، يلمس الكرة التي تصطدم بالأخشاب وتضيع فرصة كبيرة على المنتخب البحريني. نعرف دخول العبيدي مكان ساريتش فقط عندما يكون هناك استعمال للتفوق العددي أو توازن، إحداث التوازن عندما يكون الفريق يعني منقوص عدديا بسبب عدم قدرة ساريتش على الانطلاق بسرعة. الهدف آخر من هنا، من ارتقاء من مارتسو فرانكيس من خارج 9 أمتار، يلام عليه الدفاع لأنه صراحة هذا اللاعب خطير جدا، من 11 متر خطير، شاهدناه قبل ذلك أمام اليابان، أمام كوريا الجنوبية وأمام إيران. 8-5 يستعيد الفارق، كرة يلمسها الدفاع أو هي تلمس حسن عواض أعتقد، تعود جانبية لفات المنتخب البحريني. 17 دقيقة مرت، 8 أهداف مقابل 5، أداء دفاعي أكثر منه هجومي إلى حد الآن. 13 هدف في الحصيلة. ومشي أخذ بالكرة في مناسبتين ليس من حقه طبعا، والمنتخب القطري هنا وهنا كريستيانسن يخرج عن هدوئه، يحتاج، كانت هناك ضاعت الكرة ثم عاد أخذها من جديد. ما شاهدته يعني أن الكرة ضاعت ثم استعادها، وهذا ليس من حقه. هناك قوانين طبعا واضحة، ربما لا يكون المدرب قد شاهد ذلك، وربما يكون يتحدث عن شيء آخر لم أشاهده شخصيا حتى لا أتهم المدرب كريستيانسن بدون حجة وبدون كرة تضيع، كرة تضيع، وهنا الحارس، هنا التصدي من محمد حسين. ثمانية أهداف لـ5، 18 دقيقة مرت منذ انطلاقة هذه المباراة في دور نصف النهائي للبطولة الآسيوية 19 للرجال لكرة اليد التي تقام في الكويت في صالة الشيخ سعد العبدالله. المباراة الأخرى كانت مثيرة للغاية، نجح فيها المنتخب الكوري الجنوبي أن يقلب كل الحسابات ويخرج المنتخب الياباني بعد تمديد الوقت. الصلاتنا وتعود لي الكرة، يحاول الدخول، لا تبقى، تغطية جيدة ممتازة جدا من علاء الدين بن راشد في الجهة اليمنى للمنتخب القطري. جانبية وفيها إيقاف بدقيقتين، دفع يقول الحكم السلوفيني على من؟
على كابوتي. كابوتي يخرج بدقيقتين. الإعادة، مسك من الفانيلا ودفع، والحكم بسرعة إذن يوقف كابوتي. نقص عددي في صفوف المنتخب القطري. تتعطل الكرة لدى المنتخب البحريني أكثر من اللازم. هنا هنا ساريتش وكرة تضيع، لا تعود بحرينية، وجه لوجه ثلاثة لاعبين، وساريتش يتصدع ومرة أخرى تعود ولكن بحرينية، وهنا يستحب الهدف. إصرار، وأصلتنا بكل إصرار في يعني بشكل حقيقة غريب، لأن الكرة أبت إلا أن تبقى بحرينية. هنا المحاولة الأولى، ساريتش يبدع، كرة كانت في حوزة ربما المنتخب القطري، تعود ينقلها مرة أخرى، ومحاولة الاستفادة منها تعيد الكرة للمنتخب البحريني الذي إذن يسجل الهدف. المنتخب القطري بدون حارس مرمى. وجدي سنان يحصل على مخالفة، مخالفة و تنبيه شفوي على علي ميرزا. شفوي ليس فيه أكثر من ذلك. مارتسو يطلب الأمطار القانونية. طبعا إن لم تحترم فدقيقتان عقوبة. كرة سهلة نسبيا بالنسبة للحارس محمد الحسين. النقص العددي بقيت فيه 16 ثانية بالنسبة للمنتخب القطري، يحاول الاستفادة منها المنتخب البحريني. في فرصة من الجناح، والقائم الأول، القائم الأول والجناح الأيمن أحمد الفضل يذلل الفارق إلى هدف وحيد. شاهد الارتقاء الجيد، والقائم الأول اختيار موفق. فتح زاوية، 8-7 دخلنا الدقائق العشر الأخيرة من عمر هذا الشوط الأول. تعود المباراة بعد البداية القوية من الجانب القطري. تعود إلى حجمها التقليدي، يعني أنه كرة أو منافسة دائما بهدف أو بهدفين لهذا أو لذاك. السيطرة المطلقة غير موجودة في مباريات المنتخبين البحريني والقطري. كابوتي مجهود فردي، اكتمل عدد لاعبي المنتخب القطري الآن في الدفاع. طبعا والهجمة بحرينية والتسديد ممكن، ولكن التصدي هذه المرة حسن عواض. رقابة عن بعد، تفتك الكرة والهجمة المرتدة، ويوسف بن علي، يوسف بن علي وجها لوجه ويعيد الفارق إلى 3 أهداف. كلما التحق المنتخب البحريني إلا و يعني ينجح المنتخب القطري في استعادة الفارق يعني الذي يعطيه الراحة. تسديدة قوية جدا من يوسف بن علي. وقت مستقطع هنا يطلبه المدرب كريستيانسن مدرب المنتخب البحريني. شوط جميل في تكافؤ. فاليريو ريفيرا يوصي لاعبيه، كذلك يفعل كريستيانسن. واضح انه يعني المنتخب البحريني هناك شيء ينقصه.
الجهة اليمنى غياب محمد حبيب له دور مهم. حراسة المرمى أيضا رغم مجهود محمد الحسين إلا أنه الدفاع لم يساعد كثيرا حارسه، والأفضلية إلى حد الآن لفت المنتخب القطري بطل آسيا المدافع عن لقبه، وهو يتوق إلى أن يرتقي إلى المباراة النهائية، ولكن قبل ذلك أن يتفوق على المنتخب البحريني. يثأر لنفسه من خسارة الورقة المؤهلة إلى طوكيو 2020 إلى الأولمبياد، حصر التمرير، وهنا ساريتش يتعرض للإصابة على مستوى الوجه، تسديدة تصل إلى وجه ساريتش. ساريتش يبدو متأثر، العبيدي ينتظر. أمامنا المحاولة من أحمد مقابي، لا أعتقد أنها موجهة يعني عمدا، لا، كان يبحث على المكان الفاضي على كتف ساريتش. هو ساريتش طبعا، أمامه أحمد مقابي يعتذر له. يبقى ساريتش، وروح رياضية عالية من اللاعبين. أولا أحمد مقابي الذي حرص على وانتظر طويلا حتى يعتذر، ثم من ساريتش الرجل اللاعب الذي يمتلك أخلاق عالية جدا جدا، لاعب مميز. مثلا دائما في هذه الحالات يلام المهاجم لأنه في قمة التسديدة، أو في عندما يسدد اللاعب أحيانا طبعا أمام حارس منافس متحرك، فتوجيه الكرة يبدأ أحيانا يصل إلى الوجه. وممتاز، ممتاز الأسيست، وممتاز منه أيضا، وإيقاف بدقيقتين، دقيقتان مباشرة. يقول الحكم حسن السماهيجي، حكم مصر وقار، يقر إذن خروج بدقيقتين. لا تبدو واضحة، لا تبدو واضحة، بينما هنا اللقطة الجميلة بين علاء الدين بن راشد ومحمد حسين، رمية 7 أمتار. أحمد مددي، وأحمد مددي صعبة، صعبة على حارس المرمى محمد حسين، صعبة جدا، تلامس الأخشاب طبعا، لأنه مددي يعرف قوة وخبرة حارس المرمى البحريني. يدخل مهدي سعد في صفوف الهجوم البحريني. الصياد ما زال عمل ممتاز، عمل تحضيري، وتصل الكرة عند الجناح الأيسر مهدي سعد الذي يضيف الهدف، إذن يذلل الفارق. كرة مرفوعة بشكل جيد، 11 مقابل 8، خطأ في العودة في التغطية، مرت سليمة بالنسبة للدفاع البحريني لأنه كان بإمكانها أن تؤدي إلى رمية 7 أمتار. يقامر، وهذه المرة يضعها في المكان المناسب، ممتازة جدا، تسديدة رائعة من مروان ساسي الذي دخل منذ قليل. أمامنا الإعادة، الزاوية البعيدة، ويعود فارق 4 أهداف
خمس دقائق ونصف قبل نهاية الشوط الأول. سيكتمل الآن عدد لاعبي المنتخب البحريني، يلعبون بدون حارس كانوا، وكرة كادت أن تقطع وتعود بحرينية، والفرصة موجودة، موجودة الفرصة، ولكن الصياد يتردد. وهذه المرة وساريتش ورمى 7 أمتار، تدخل الحكم كان قريب، و يوصل أمامنا شاهدوا تدخل، و ياسين سامي كان داخل خط الستة، رمت 7 أمتار قوية من اللاعب حسين الصياد، يعود الفارق إلى 3 أهداف. أقل من 5 دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول، مباراة فيها الكثير من الحسابات التكتيكية، كلا المدربين يبحث على حلول، وخاصة المدرب أرون كريستيانسن، حلول لإيجاد الكيفية. والحارس يتدخل مرة أخرى، لكن هذه المرة بنجاح، تعود كرة بحرينية، لم يكن أمامه خيار آخر. مروان ساسي في الجهة اليمنى، 4 دقائق متبقية، شوط أول، التغطية، التغطية موجودة، هناك تكاتف، هناك إغلاق وهنا مخالفة 9 أمتار، بحث على رمية 7 أمتار، تدخل في وقت حساس، كابوتي يتقدم أكثر من اللازم، ورمية 7 أمتار، إيقاف 2 دقائق، ويرفض الهدف لأنه وضع رجله قبل التسديد داخل خط الستة علي ميرزا. لنرى اليد، في وجه علي ميرزا، ودقيقتان إذن